مع مواصلة حكومة الصخيرات العاملة خطواتها السريعة نحو تسليم الوطن لتركيا عبر السماح لها بغزو البلاد في مقابل المحافظة على مناصبهم، تنكشف حقائق خطوة جديدة حول سعي حكومة السراج لمنح المرتزقة والإرهابيين الموالين لتركيا الجنسية الليبية. مصادر مطلعة كشفت أن السراج وأردوغان دخلا في جلسة مفاوضات حول منح الجنسية الليبية لمرتزقة أردوغان الذين أرسلهم للقتال بجانب حكومة الصخيرات، ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي كتلاعب من حكومة السراج بمخرجات لجنة 5+5 ومؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات الدولية التي تنادي بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وأشاروا إلى أنه قد تتجه لتجنيس المرتزقة السوريين ليتحولوا من تنظيمات إرهابية مطلوبة دوليا ومرتزقة أجانب إلى ميليشيات ليبية مجنسة، مع دمج عناصر هذه التنظيمات مع ميليشيات ليبية محلية. وأوضحت المصادر أن تركيا تحاول إلى تتريك ليبيا وتمكين المرتزقة للعمل في قواعدها العسكرية المزمع بناؤها في البلاد، وستحصل تركيا ضمن المفاوضات الجارية مع حكومة الصخيرات على أحقية الإشراف على تدريب تلك العناصر الأجنبية والسورية التي ستحصل على الجنسية الليبية. يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد أعداد المرتزقة في ليبيا والتي ترسلهم تركيا والبالغ عددهم حتى آخر الإحصائيات 17 ألف مرتزق. أبو بكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.